شباب يقول في لعبة جديدة تو نازلة بس يقول عنها وايد صعبة. أنا أعرف في واحد خبير بهذه اللعبة. بس أبوي قال ما يصير أحد يلعب هاللعبة من في ناس أكبر منه حيستغلوننا. صح كلامك بس لازم نعرف من الشخص يلعب معنا. كن قريبا من أبنائك حتى لا يتم تعرضهم لمخاطر الغرباء.